وزمزم على وزن فعلل، وهي لها عدة معاني. زمزم والزمزمة صوت الأسد، الزمزمة صوت الأسد، والزمزمة هو الصوت البعيد العالي أو الخفيف، والزمزمة هو صوت الماء الكثير، والزمزمة هو الماء الذي فيه عذب وفيه ملح، هذا كله بنفس المعنى. وزمزم هنا هي تلك البئر التي يخرج منها ذلك الماء الذي هو أطهر ماء على وجه الأرض، وأعظم ماء بركة على وجه الأرض، وأشهر ماء على وجه الأرض، وهو ذلك البئر الذي يقع شرقي الكعبة على بعد 21 مترا من شرقي الكعبة. وله قصته المشهورة لما ترك إبراهيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، الآيات، لما ترك هاجر ومعها جراب من تمر وركية من ماء ومعها ابنها إسماعيل، ثم ولى منها وقال هذه الآيات، وهي وراءه تقول لمن تتركنا ها هنا يا إبراهيم. ثم لما كرر ذلك وهو لا يلتفت إليها حتى لا يصيبه شيء من رقة القلب فيرجع عن أمر ربه تبارك وتعالى، فقالت هذه المرأة المؤمنة الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا، هذا هو اليقين. قالت الله أمرك؟ قال نعم. قال إذا لن يضيعنا، اذهب راشدا روح خلاص. نفد ماؤها وتمرها ومعها وليدها، وأخذت تسعى بين الصفا والمروة، تسعى بين الصفا والمروة، المسافة هذه بسبعة أشواط قرابة 2 كيلو و700 متر، يعني قرابة 3 كيلو، وهي امرأة ضعيفة رايحة جاية رايحة جاية، وتأتي بين الميلين الأخضرين تعدو وتسعى سعيا شديدا كما كان النبي يعدو عدوا شديدا حتى إن الإزار لا يلتف حول ساقيه المباركتين عليه الصلاة والسلام. ثم تفاجأ بالماء الذي نبع تحت إيش؟ تحت قدمي إسماعيل. فلذلك يسمون زمزم، يسمونها الطيبة والمضنونة والمضمونة، ويسمونها هزمة جبريل، يعني ضربة، ويسموها ضربة جبريل، ويسموها حفيرة عبد المطلب، لأنه أول من أعاد إيش؟ حفر زمزم. ولما نبذوه قريش عليها وأرادوا أن يمنعوه قال والله لئن رزقني الله 10 من الولد لأذبحن منهم إيش؟ واحدا، في قصة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه من تسمياتها، واسمها المشهور هو ماذا؟ زمزم. قيل، والرواية فيها مقال لكن نذكرها للاستئناس، قالت زمي زمي، خافت أن الماء إيش؟ يمتد، قالت زمي زمي، يعني اجتمعي اجتمعي. قالت ولو تركتها لكانت عينا، لكانت عينا معينا، لكانت عينا معينا. فهذه زمزم منذ ذلك الوقت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتبقى لا تنضب ولا تنفد. وأيضا من أسمائها شفاء سقم وطعام طعم، كما صح من حديث أبي ذر قدم مهاجرا إلى مكة يريد يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما كان لي طعام إلا زمزم حتى نبتت عكن بطني، يعني سوى كرش بس من الزمزم هذا. ومن يشرب زمزم، ولذلك كان السلف يشربونها، يقول الإمام الذهب ابن حجر قال اللهم إني أشربها لحفظ كحفظ الذهب، فصار أحفظ من إيش؟ من الذهب. وشربها عبد الله بن مبارك قال اللهم إني أشربها لحر يوم النشور، اللهم إني أشربها. وزمزم لما شرب له نكرة لتعم، شربتها تريد بها الخير أتاك الخير، تريد بها الذرية تأتيك إن شاء الله، تريد بها الشفاء يأتيك، تريد بها الحفظ يأتيك، تريد بها الكلاءة يأتيك. وأنا أذكر قبل قرابة أكثر من 25 سنة هذه المرأة المغربية التي أتت، كانوا يعيشون في بلجيكا، وأصاب سرطان الجلد،
وذهبت إلى بلجيكا وألمانيا إلى عموم مستشفيات أوروبا، قالوا ما عندنا طب، أنت ما عليك تنتظري بس متى تموتين. فقالت لزوجها لقد سمعت أن زمزم لما شرب له، فحبذا لو نأتي بعمرة قبل انقرام المنية ونشرب من ولعل الله أن يقضي خيرا. قالت فأتت إلى العمرة وكان يشم نتن عرقها لمن بجوارها من شدة سرطان الجلد، الله يعافينا وإياكم، صديد يخرج وكذا، فكان من بجواره يقول لها ما بك؟ قالت كذا وكذا وكذا. قال طيب زمزم، خذي زمزم. قالت صحيح سمعت عن ذلك. قال طيب خذي كذا وتغسلي وتروشي إن شاء الله ربنا يرفع عنك. قالت فأخذته موقنة بذلك وتروشت به فعادت بارئة بفضل الله عز وجل. هي اليقين. يقول لك طيب احنا شربنا وما صار شيء، عالج قلبك، انت شربت وما صار، الله لا يجرب ودين الله لا يجرب، انت شربت وما صار لك شيء. مثل يقول لك دعونا دعونا ولم يستجب لنا، النبي قال لا، قال اذا دعا احدكم فلا يعجل، انما يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. قال وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت دعوت ولم يستجب لي. الله لا يجرب يا اخي، انت تدعو وانت موقن به وانت موقن بالاجابه، فاما ان يعجل لك الجواب الاجابه وتراها رأي العين، أو يدفع عنك من الشر مثلها وأكثر، أو تدخل لك إلى يوم النشور، إلى يوم القيامة. فهكذا كان السلف أيها الكرام الفضلاء يعيشون مع مثل هذا.